لا شيء يعلو فوق كلمة الميدان حتى مقتضيات المصلحة الوطنية، هذه هي العبرة التي استخرجت من كلام السيد حسن نصر الله الأخير فيما بدأت إسرائيل عمليات تصفيات جسدية لقادة عسكريين مهمين. لكن السؤال، كيف استطاعت إسرائيل الوصول إليهم؟ هل الرصد الجوي واللاسلكي يكفيان لرصد تحركات المستهدفين أم ثمة خرق في البيئة الحاضنة للمقاومة؟ ضيفي بخلينا نحكي على قناة لبنيز دريم نيوز ايجنسي العميد جورج الصغير. أهلا وسهلا فيك جنرال. بدي بلش لو سمح بالاغتيالات بهالاستراتيجية الجديدة يلي بلشت فيها إسرائيل باستهداف مسؤولين عسكريين بالمقاومة، بمحور المقاومة وبحزب الله، كرؤية استخباراتية، كيف استطاعت إسرائيل الوصول إلى هؤلاء برأيك؟ أول شيء شكراً على الاستضافة أستاذ فادي. إسرائيل بالتقنيات اللي عندها هي بعد الولايات المتحدة الأمريكية بالتقنيات التتبع وبالتقنيات وين موجود هذا الشخص، إن كان عبر التليفون وإن كان عبر الأقمار الاصطناعية وإن كان عبر مثلاً أنا عندي عربيتي بدو يستهدفوني، بيجي بالليل عميل إسرائيلي بحط لي بيس بقلب العربية بصفوا متابعيني وين رايح وين جاي، وبيستعملوا شركات التأجير السيارات في منهم بياخدونهم عربياتهم كذا وبيسرعوها، يعني شيء كتير هين بالنسبة للتتبع. وبعدين لما انت بتعرف وينه، افترضنا ما معه التليفون في البيس، افترضنا ما معه البيس في مخبر، يعني والتقنيات انه الاسرائيليه يقدروا يستهدفوا هالسياره او هالموكب او هالموقع، في عندهم الجي بي اس والطيران تبعهم، الدرون اكيد بيستهدفون حتى بدون الدرون. في مخبرين؟ طبعا في مخبرين، في مخبرين اليوم ضمن بيئه حزب الله حتى يستطيع الاسرائيلي الوصول الى الهدف بشكل مباشر. طبعا اللواء ريفي بخبرني انه اكتشفوا 33 شبكه بحزب الله هيدي بوقت اغتيال رئيس الحريري، وقال له انه حزب الله هودي الشبكات عندك وسلموا اياهم. معلش اول شيء بنوجه له تحيه. شبكات تجسس لاسرائيل ضمن بيئه حزب الله 33 شبكه ابدا، وعيلة كذا مرة اللي وقريفي على التلفزيون وقال له هودي شبكات عندك. فبهديك الايام يعني وقت اغتالوا الحريري هلأني اكيد في شبكات، يعني اسرائيل خصوصا بالوضع الاقتصادي المصريات كتير مهمين لحيال عنصر. فحتى قالوا انه في احد الأقرباء في أحد أقرباء حدا مسؤول بحزب الله له علاقة باغتيال العروري، هلا كذبوها رجعوا لا مزبوطة ما بنعرف، حدا من بيت صفي الدين أو صحيح. شي قاسم صفي الدين شي من هالنوع، هاشم صفي هلا ما بنعرف شو القصة، بس قصة لأنه الخرق هل يعني والعناصر المخابراتية متوفر كل شيء عند إسرائيل. يعني صار ثلاثة أيام وراء بعضهم من وقت العروري استهدفوا واحد مرة بالنقورة ومبارح الطويل واليوم ثلاثة بعربية ما بنعرف شو هني. ليه؟ لأنه نتنياهو عم يلعبها سولد، بيعرف تماما إذا وقفت الحرب بغزة وبلبنان هو رايح على المحكمة وانتهاء نتنياهو، فلذلك عم بيستدرج حزب الله على الاخر وعم بيحشروا لحزب الله، وحزب الله لحيت هلا نيه ما عم بيرد. يمكن انا طلعت شوي عن السؤال، يعني هناك شبكات برايك تجسس لاسرائيل داخل حزب الله وعلى قيادات عاليه؟ طبعا طبعا على قيادات عاليه، يمكن في سائق احد المسؤولين مخبر لإسرائيل ما أعرف. ما بقول لك شو صار، الجهاز الأمني تبع قوى أمن الداخلي بوقت الحريري لأنه صاروا اتهموا إسرائيل وكذا، اللي ريفي كان هو مدير القوى الأمن الداخلي
اكتشف له 33 شبكة. بحكيك على الهواء. واللي ريفي على طول بيقول انا جيت من خلفية امنية واكتشفنين ولحسب الله شبكات لاسرائيل وانين ومنين. طبعا يعني ما 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 مش عصوية القصة. حزب الله قادر هلأ من خلال خبرتك الاستخباراتية اليوم حزب الله قادر يكشف هذه الشبكات؟ ليك بدي أقول لك شغلة بالنسبة للموساد، بالنسبة لأنهم في عندهم مخبرين نوعين، اليهودي إذا انكمش بيقتلوا حينهم تجيبوه، وغير اليهودي إذا انكمش يا هني بيخبروا عنه حزب الله انه هيدا عميل لنا، يا اذا انكمش بيتركوه ما هيدا ما له قيمه عنده، ما له قيمه عنده بس اليهود طبعا معلوماته. اليهودي بس اذا انكمش بيعملوا مثلا وقت انكمش كوهين بال65 بالشام بسوريا، الياهو كوهين عملوا العمايل تما وقتها حتى ما يشنقوه شنقوا وبجربوا يجيبوا الجدة تبعيته، كمان ما قدروا يجيبوا الجدة تبعيته، بس لما كان يهودي ما بيسألوا عنه. طيب إذا ما نحكي بالسياسة، الحرب يلي عم بقيمها حزب الله في جنوب لبنان، شو هدفها برأيك؟ حزب الله في شغلة يعني أسى كتير كلامه حسن نصر الله، في مثل أمريكاني بيقول ما تأسي كتير كلامك يمكن تجبر تاكله. أسى كتير كلامه، بده يصلي بالقدس، بده يعمل بده يطلع على بده يعمل من التنينات يطلع يحتل الجليل، بده يقوس 100,000 صاروخ ويدمر اسرائيل. لما اجت الساعه ما في حدا، وينك يا حزب الله؟ سكت حزب الله. بقول لك نحن فتنا بالمعركه ب 8 اكتوبر، ما فات المعركه ب 8 اكتوبر، بلشت مناوشات ضمن شيء اسمه قواعد الاشتباك. هيدي شو هي قواعد الاشتباك؟ شو عم تتسلى انت بالعدو؟ في قواعد اشتباك بالعدو؟ يا بتطيح فيه يا بتطيح فيك. يعني حزب الله اكل كلامه اذا ما اكل كلامه وشبع. اكل كلامه حسن نصر الله يلي قساه كثير. هلا نيه عم يجرب نتنياهو، مش يجرب، بده يخلي حزب الله يفوت غصبا عن الطبيعه بالهيدا. وحزب الله بالحرب لانه نتنياهو عم بيلعب لعبه مثل شمشوم ودليلة. طبعا شمشوم نسطله شعراته، لقط العمودين تبع الهيكل انه علي ولا اعدائي. وزيت الشيء هلا نتنياهو لاقط غزه من هون ولبنان من هون وعلي ولا اعدائي، لانه نتنياهو مش قضيه بس هو فشل او ريع على الحبس. نتنياهو هو وجماعته المتشددين دينيا يعني بنغفير وسموتريتش، هودي جماعة بدهم كل أرض فلسطين لقلهم، وكانوا عبيحكوا عن الترانسفير انه بدها تيجي ايام بدنا نعمل ترانسفير. ترانسفير يعني تقيم كل شيء في فلسطينية من الضفة الغربية ومن قطاع غزة وتحطهم برا، وحتى فكر بعرب 48 تتصير دولة اسرائيل يهودية صافية. نعم. وهيدا شيء بالحلم ما بيزبط. بقى لما شاف انه مثل بقول بالفرنساوي الى بيوتي لومير، فات بالحيط نتنياهو، بده لاقط عمود غزه من هون ولاقط عمود لبنان من هون، وبده يخلي يهدموا على لبنان وغزه. وهو هيدا هو نتنياهو. يعني مثل ما قال السيد حسن نصر الله انه نحن عملنا حرب استباقيه حتى ما تفاجئنا اسرائيل، شو رأيك؟ لا 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 ما له قيمة لحكي هذا. شو حرب استباقية هيدي؟ مسالك سنين عم بتحضر 100,000 صاروخ، وجبت الصواريخ حطيتهم بالبور، والهودي البندرنت أمونيوم اللي فجرتهم إسرائيل. إسرائيل ما بدها تفجر نترات دامونيوم اللي كانوا عم بيستعملوه للصواريخ وللبراميل تبع بشار الأسد، لأنه حليفه لنتنياهو بشار الأسد. بشار الأسد حليفه؟ طبعا حليفه. انه ليش بقي بفكك بشار الأسد؟ لانه اذا فل بشار الأسد خط الامدادات طهران بغداد دمشق بيروت بينقطع، وحزب الله بصفي لوحده تركه، وهو ما بده يفجر النيترات دامونيوم. بس اللي صار انه بالعنبر رقم 8
كان في شيء اسمه هيدي الصاروخ الصغير، شيء اسمه intelligent devices، هودي اللي بتحطهم على الـ على الـ على الصاروخ تيصير الصاروخ موجه بطريقه ذكيه. والثاني الكبيره كان في صواريخ مقطعه تبعتهم اياهم ايران بالبحر ويركبون هاي بهالصواريخ. بقى هاو صواريخ مقطع براس كل صاروخ في راس متفجر، راس متفجر تنعتبره 100 كيلو، اوكي؟ في عندك 1000 صاروخ وبيساوي 10000 صاروخ العنبر. هالراس المتفجر ب 1000 صاروخ هيدي 10 طن، ال 10 طن لما ضرب الصاروخ الثاني الاسرائيلي اخذ عمل مثل ديتوناتور على العنبر تبع نيترات دامونيوم يلي كان الازوت فيه 36%، هو نيترات دامونيوم بيستعملوه للزراعه بس بيكون الازوت نسبه 16%، 36% بينعمل لحتى ينعمل فيه قصص متفجرة، ولع شو اسمه الأمونيوم وصارت الكارثة. فلذلك أول شيء نتنياهو ما بده يضرب حليفه، ثاني شيء عم بيحضر حاله حزب الله بكل شيء. وقت الحزة ما شفنا حدا، هيدي حرب استباقية وقواعد اشتباك، وبعمل لك مثل توم أنجري عم نلعب أنا وياك، وفي شهداء عم بيروحوا له لحزب الله على طريق القدس. لكن شو عم يعمل حزب الله؟ ماشي حزب الله في شغله. اخر مره اخر خطاب لحسن نصر الله في شيء مهم اعطانا اياه اول مره. شو هو؟ اول شيء بيقول دوله اسرائيل. اوكي اوكي، هيدي هيدي شو اسمها رئيسه مركز الدراسات بواشنطن حنين غدار هي قالت هيك. تاني شيء بيقول عنا فرصة ذهبية تنحرر أرضنا. الأرض تبعيتنا هي من الحرارة، شو هي؟ هي اتفاقية سايس بيكو يلي عملوا الخرايط بولي الفرنساوي ونيوكوم بالإنجليزي، هذه بده يرجع بيطبقوها ومناخد الأرض تبعنا. وما قد بده يصلي بالإتس، هيدي مهمة كتير انه ما بقى في شيء اسمه اتس بده يصلي فيه طبعا. لكن قال شغلتين يا جنرال بهيدا المطرح، قال ارض فلسطين هي للشعب الفلسطيني وحده. انتبه هيدا موضوع شو؟ انتبه شعب الفلسطيني وحده، هيدي كلام قاسي. يعني تسأل جماعة حزب الله ايه نحن ما بنسلم سلاحنا تيروح تيزول الكيان الصهيوني، يعني عبالولنا من هلأ لمئة سنة ما بعرف شو بصير سلاحنا بيضلوا معنا. هلأ صاروا ينزلوا نزول ديكروسانس، نازلين نزول. هلأ نيجي اليوم في شيء مهم صار اليوم، رئيس مئاتي اللي هو حكومته حكومة حزب الله قال نحن بس ما بدنا نطبق 1701، بدنا نطبق كل شيء فرد مرة ونعمل حل لا حزب الله ولا سلاح تبعه. وهيدي تطلع من نجيب مئاتي اللي هو رئيس حكومة حزب الله، هاي مهمة جدا، لأنه هون ساعتها بنعرف أنه حزب الله إلى بسي لوكران نزل، صار ينزل 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 ينزل، لأنه بالنهاية أنه خلصت حرب غزة، وبعدين أنه هون 100,000 صاروخ هيئتهم حضرهم لقلنا، و100,000 مقاتل على كلمة بيجوا، شو بدك تعمل فيهم هون؟ بدك تنطر لحرب غزة بعد شي 5-6 سنين تترجع تهجو؟ لكن هال100,000 صاروخ وين راح يستثمروا؟ ما بعرف هودي ببكره، هودي ما بالنهاية هودي في عندهم شو اسمه؟ في عندهم اكسبايري ديت، لأنه الكومبيوران تبعهم بصير كوروزيف، يعني بصير في نش وهيدا وبينتزع الصاروخ. هيدا حسب معلوماتي، هلا أي نوع صواريخ عنده ما بعرف. 100,000 صاروخ ما بعرف شو بدي أعمل فيهم. يعني فعلا حزب الله بمأزق كبير مش لوحده، اللي بمأزق كبير ايراني. ايراني تخلى عن الازرع تبعه، والاسرائيلي عم بترتق له اياهم مثل ما مثل ما مثل ما مثل ما بده الاسرائيلي، ساعه بايران ساعه بالحشد الشعبي ساعه بسوريا وساعه بلبنان. اليوم حزب الله بيقول انه انا ما بدي نفذ ال 1701 قبل ان تنتهي حرب غزه، شو معنات الربط بين المسارين برأيك؟ هيدي عبي شو بيقولوا تمنيات نتنياهو عم بيعمل له اياهم حسن نصر الله. حسن نصر الله طبعا، لانه طيب وبركي ما خلصت حرب غزه، ونتنياهو حسب ما انا شايف انا
لقيت مثل ما قلت لك العمود تبع غزة والعمود تبع لبنان وعلي ولا قاعدة يعني كأنه عم يقول له ما بدك تفوت بالحرب يعني مثل الأستاذ فارس سعيد مرة على التلفزيون قال له جماعة حزب الله اللي كانوا إذا أبدا يرد ما بيرد يعني رد على العروري ب 62 صاروخ واليوم كمان رد على الطويل على شو اسمه وسيم الطويل او وسام طويل ما بعرف كم صاروخ بده يرد بده يزيدهم شوي هيدا رد هيدا شو كيف بتوصف الرد رد بده يكون لا يلي يلي المفروض يرد لا اللي حمله حزب الله ماشي رد خجول جدا جدا ما له طب ليه ما عم يرد ما بده يفوت ما هني عم بيقول له تا تنعمل الحرب ما بقول لك نتنياهو جن اساسا هو مجنون اوكي خلص نتنياهو يعني هلا حزب الله عم يشتغل بعقل بارد بعكس جنون نتنياهو ايه طبعا طبعا هي يعني هلا كانت القصه الامريكاني لما هيدا قال له اذا هجم عليك حزب الله انت ما بترد انا باخذهم حزب الله وجماعه ايران من هون للشام للهيدا للحشد الشعبي لليمن بيخدوم إذا هجم عليك بس مش أنت إذا هجمت عليه هلأ قبل الحرب كانوا عم بيفكروا بتسكير الحدود تيخنوا أزرع حزب الله إذا بتسكر أساس فادي عندك القائم في عندك التنف وصار في حكي كتير بين إيران والسعودية وهون فوجئنا باجتماع عبد اللهيان بالامير محمد بن سلمان صحيح وهيدا وهيدا ما كانش على المنيو يعني 90 دقيقه اللي تسرب من هالشيء ما بعرف قديش انه فيكم تحلوا قصه ازرع ايران بدون ما انا اتدخل واجي طلعنا حرب غزه وياتيك بالاخبار من لم تضرب له موعد خربت كل شيء خربت كل ال شو بيقولوا المعدلات القديمة يعني نحن 75 سنة صار إنهم معدلات قديمة كلها سوا وإذ فجأة طلع حماس وأبطال حماس وكل التحية لألون خربتوا كل شيء يعني خربتوا أول شيء هون بالمنطقة خربتوا المعدلات العسكرية بعدين برا العالم تخلصت من شيء اسمه المعادات السامية أنتسيميتيزم يلي ما كان حدا يسترجي يحكي فيها إلين توماس هي أصلا لبناني يلي كانت هي مسؤولة عن بالبيت الأبيض عن البريس يعني عن الصحافة تبع البيت الأبيض من كينيدي لأوباما لما قالت إخي شي كان عمره 90 سنة خلي اليهود يرجعوا محل ما أجوا قدمت استقالتها هلا العالم كله الانتسيميتيزم اللي اشتغل عليه الاسرائيلي بعد الحرب العالميه الثانيه كله راح يعني لما بتشوف وحده برا بلندن او ما بعرف وين طلعت نجمه داوود بكبه بالزباله بتقول كلين ذا وورلد يعني نطفوا العالم من اليهود وهيدا ما كان حدا يسترجي يحكي فيه هيدا طبعا هلا الرؤساء انت مع مقوله نطفوا العالم من اليهود لا 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 لا, لا, لا. انا لا مع المقولة أوكي. لا. أنت مع أي مقولة لحظة شوي أوكي. قبل ما هيدا في عندك الرؤساء معرفتنا تبع الدول خصوصا الغربية معرفتنا أنه هالقد هن عبيد لليهود وإذ بيّنت هودي قلوا نحساب دان ديزيرن يعني بصناديق الاقتراع هودي قلوا نحساب من شعبهم مش مثل عنا نحن عنا إنو نغازي كنعين وإنو جورج عدوان وما بعرف مين هلا سالتني حضرتك انا ما لا انا مش مع تنظيف العالم من اليهود بالنهايه اليهودي واي انسان على الارض انا كمسيحي بقول بولس الرسول لا تدنس جسدك فانه هيكل من الله هيدا اليهودي او حي الانسان جسده هيكل الله انا بس مع اليهودي انه يعمل السلام مع نفسه قبل ما يعمل السلام مع غيره المشكله انه اليهودي عقيدته انه انت شعب الله المختار انت لازم تحكم العالم والباقي ماشي برش قدامك هاي مشكلته اليهودي بهالعقلية اذا بدك الجامدة اليهووية ما يهوى عندهم يعني بتشوف العهد القديم تبعهم يهوى شو عامل يعني بتقول هيدا شيطان يهوى
هيدا شيطان تول هون وما تخلي ولا ولد هون وما تخلي كذا، هيدا هو الله؟ هيدا هو الله؟ لا حبيبي. طيب إذا ما نرجع للسياسة الداخلية أو للحرب، حزب الله أعلن حربه، أول شيء قال إنه هاي لنصرة فلسطين، بعدين قال هيدي حرب استباقية. هي هل يجوز للبنان أن يشن حربا في سبيل القضية الفلسطينية ويدخل لبنان في خطر نشوب حرب طويلة؟ أول شيء يا سيد فادي، اللبنانية ما هني رئيس الجمهورية تبعهم حسن نصر الله، هودي كلهم اللي إجوا بعد الطائف كلهم هيدي شو بيقولونهم دي بريزيدان فانتوش، يعني كل رؤساء الطائف هم كلهم 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 كل رؤساء بعد الطائف هم رؤساء حزب الله؟ ابدا ابدا، رؤساء حزب الله وسوريا بعدين صار رؤساء حزب الله. ليك بدي اقول لك شغله، نحن اذا بدنا نعمل من لبنان جديد حتى الرئيس عون طبعا هيدا هو اول واحد فيهم، هيدا اول واحد هو. بدي اقول لك شغله، نحن لسنا عبيد 43 ولا عبيد الطائف ولا عبيد الدوحه، نحن احرار. ما بيجي برا بيقول لك انت اللبناني هيك بتحكم حالك، لا حبيبي نحن احرار، بس نحن نتحرر من حزب الله في شيء جديد بيجي على لبنان طبعا. يلي يعني كل اللي هلقني بقصه رئاسه الجمهوريه، في عندك شيء مهم انه كلهم بدهم رئيس، بس على اي اساس؟ على الطائف، على الدوحة، يعني وعلى على يعني الطائف شو خلص؟ انتهى الطائف، انتهى يا خدا كدوك خلاص. كيف ما اجاك ال اجاك ال شو اسمه شو البديل عن الدوحة يلي عمله الامريكاني وهو وهوديك والغرب لقلنا بسنة 2008. شو البديل عن الطائف؟ لحظة شوي، نحن تظاهرنا قدام السفارة الأمريكية بأربعة تموز 2020 وكتبناهم على شو اسمها على اليافطة، انتو جبتوا جيش شعب مقاومة بالدوحة، انتو شنوها؟ بقوم في واحد بيعطيني كارتو تأجي أحكي معه من السفارة الأمريكية، أساساً أنا أصحاب أنه يوم من أيام الخدمة. من أيام الخدمة أنا كان شغلت الملحقين العسكريين وبالمطار أنه تحكي معه. هلا لما صور لي اياها للسفيره، انتوا امريكان جبتوا الدوحه، انتوا شيلوا جيش شعب مقاومه، قلت له هذا هيئته زلمه فهمين الدق كله سوا شو بدنا فيه ولا تتعاطى معه. دقيت له مرتين ثلاثه ما عاد رد، مع انه كان يجوا لعندي على البيت وهيدي هيدا، حتى بس طلعت من الجيش بس من وقتها ما قلنا لهم هيدي البانكارت انتوا جبتوا الدوحه انتوا شلوها، انطفوا كلهم سوا. ليه؟ لانه هني وحزب الله وايران واسرائيل شابرين الشاقبينكم سوا على حساب الشعب اللبناني طبعا. يعني في شيء مهم سالتني اياه، انه بالنهايه نحن في عنا بدنا حريتنا كشعب لبناني. انتبه، نحن هيدا الشعب نحن مش حرين هلا؟ لا 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 ما حرين. في عندك اسياد وعندك عبيد، الاسياد يلي رافضين الاحتلال الايراني، العبيد يلي هني عملاء الايراني وعلى راسهم حسن نصر الله. معلش احكيها مثل ما هي، حسن نصر الله شو؟ على راس العبيد هودي. عبيد؟ اي طبعا، عبد لدى ايران وهو بينفذ لهم. يعني عبد لدى العلاية اللي قاله مرة الماضي انه في محورنا في محورنا لا يوجد عبيد. لا انت شو عم تكذبه؟ طبعا عم كذبه اكيد، انه لما بيجي واحد بيجيب رئيس جمهورية اسمه ميشيل عون، هيدا اخر عنقود ميشيل عون، وبيقول له مول بدك ايه انت وسهرك وغطي لي السلاح، وبيفوت معهم بالفساد. شو هيدا؟ شو هيدا؟ شو هيدا؟ ثلاثة مش العون فات بالفساد؟ مش فات بس بالفساد، غرقان بالفساد هو وصهره وكلهم. مين أكتر واحد فاسد بالمنظومة؟ نبيه بري، جبران باسيل، ميشيل عون،
سعد الحرير وبيو خيي ماشي الحال. مين بقى بدك؟ سليمان فرنجية كله فاسد. خلوا يقولوا لي لا، نحن ب 43 بس لحظة شوي. نعم. إذا قالوا لك لا شو بتقول لهم؟ بقول لهم خلينا نكشف شو اسمه. كيف بتعرف؟ أنت كنت بالاستخبارات. لحظة، ما هو هلا ليك لما بيلقطوا. هو السيستم فاسد أو في مين؟ هو السيستم فاسد. مش السيستم فاسد. هن فاسدين. نحن كشعب لبناني شو بدك بالشعب؟ ما حكمنا حالنا إلا وقت ما إجا بعد الفرنساوي ب 43. حكمنا حالنا لحد من 43 لحديت لحد 2023 طلعنا شعب نيفوا نيلوة. 43 لليوم كله فساد. نحن كله فساد. بس حضرتك عم تسمي لي اسماء. ايه طبعا سياسيين مسؤولين. مزبوط. يعني كيف رجل افتحوا لي خلي في افتحوا لنا شو اسمه في السجلات في يا اخي كل العالم عم تحكي فيها. اوكي بقى انا شو بدي بالعالم يا اخي شوي لما في قضيه اوكي بيصلع محل بسكروها ليه؟ بيبقى في فساد فيها. افتحوا لنا اياها. طيب مين بده يفتحها؟ القضاء يلي مرتهن كمان لا حسن نصر الله. يعني بدي اقول لك شغله بال 43 المارونيه المسيحيه المارونيه السياسيه عملت حرب اهليه كلفتنا 150 الف قتيل. بالطائف هي السنيه السياسيه فلس البلد. السنية السياسية فلست البلد؟ ايه طبعا. واجا بعدين الشيعية السياسية بالدوحة وصلتنا على جهنم. ابدا. سي اوسي سامبل كو سا. شو البديل يا جنرال؟ هلا اول شيء مثلا اليوم بالسودان اجتمعوا بده يجربوا يجمعوا البرهان وحمديتي او حماديتي. ما مشي الحال. شو بقول؟ البرهان بيقول ما بتزبط بالسودان الا ما تدخل دولي. اوكي بلبنان نحن كنا بجروب سيف لبنان عملنا لهم شيء اسمه ار تو بي. يعني نحن كلبنان بشرعه الامم المتحده في عندك ارتكلات. اذا انت هالارتكلات بيسيقوا عليك بصير في تدخل الدولي. وس عملنا هالارتيكلات ومدعو عليها كتير عالم مدعو عليها اللواء ريفي ومدعو عليها جورج عايس وشخصيات مدعو عليها. وكذلك البطرك مع الوزير وزير سلامة قال بدنا شو اسمه مؤتمر دولي بس ما حدا رد علينا. لأنه لبنان بالنسبة لإلهم لحيت هلأ نية مربوط بالشرق الأوسط. يعني لما صار انفجار بيروت الإسرائيلي هو اللي قصف والإيران والحزب الله هو اللي جاب وإيران جابوا الأمونيوم. مسيو ماكرون لما إجا ما فتح تمه إنه كيف صار. بعدها ماشي مرة حضرت دوكيومنتير بفرنساوي بيقول في واحد ملحم معقولي لانه ما حدا بده يزعل لا اسرائيل ولا ايران. حبيبي هل تدعو الى مؤتمر دولي في لبنان تنوصل لوين؟ انا ادعو الى تدخل دولي. تدخل دولي طبعا بلبنان. تدخل دولي سياسي وعسكري او عسكري وعسكري. تقول لك ليه هيدي خطره جدا. اوكي سلاح حزب الله اقليمي ممكن بيلاقوا له حل بين الامريكان والايرانيين. اوكي بس رئيس الجمهورية هذا لما بده يجي كالكسوة مين ما كان بده ينتخبوا هذا المجلس اللي 95% منه فاسد. 95% من مجلس النواب اللبناني فاسد. طيب انتخبوا اكس اجا بده يحسبهم. تعال انت بدك تحسبنا ما نحن انتخبناك رجعنا على كاس دي بار. لذلك ما بدنا حل شيء اسمه حل أكاديميك. طبق الدستور أول شيء. ليش طبق الدستور الطائف؟ هلأ بدك طبق الدستور. هلأ في عندك فرصة ذهبية لحتى الدول الأساطيل اللي موجودة هي تتدخل
وهي تعين هيئة انتقالية للبنان، هي بتعينها وظيفتها تنظيف لبنان من 75 لهلأ على 3 سنين، وبعد منها بنحكي بشيء تاني، لأنه أي رئيس جمهورية بده يجي بده يجي راكع للمجلس النواب، وإجا بده يمرق قوانين يمرقوا ولا إنه شو بنعمل؟ شو إنه رئيس جمهورية هو صار الحل؟ بس عم تطلب هو الحل ولا المشكلة صار؟ هو المشكلة لكن جنرال حضرتك الاقتراح يلي عم تقدمه هو هل هو واقعي؟ هل هناك نية دولية أو نية لبنانية لطلب مؤتمر دولي للوصول إلى تدخل عسكري سياسي دولي في لبنان؟ سيد الكريم تفضل. لما بيكون لبنان بهالوضع هذا، قلت لك نحن عملنا هيدا الارتكلات يلي هي موجودة، إذا كان هالبلد مثل ما بقول الارتكلات دغري بيدخل الأمم المتحدة ومجلس الأمن وبعتنين ونياها، بس ما حدا بده. بس هلأ نية مع قصة غزة والعالم مدين لغزة ولأبطال غزة ولشهداء غزة بأنه غيروا كل المعطيات والمعادلات البيدي القديمة، وهون وصلوا حتى وصلوا نتنياهو جن. وهلأ نية آخر دليل على جنون نتنياهو بده يفوت حزب الله بالقوة بالحرب، وعم بيستفزوا على الاخر، وعم بيستفزوا تنشوف لما بتوصل القصه. سينجح نتنياهو باستفزاز حزب الله على الاخر والدخول بالحرب من دون ضوابط مثل ما قال السيد حسن نصر الله؟ يعني مثلا هلا صار جمعه نازل بالقيادات ونازل كذا، مثلا بكره بيعمل بيقصف الضاحيه. اوكي معقوله؟ كل شيء معقول، ما عم بقول لك عم بيلعبها علي وعلى اعدائي. قصف الضاحيه شو بيعمل حزب الله؟ ما بيرد كمان؟ ما عم بيستفزوا ليرد. وهو فهمان لما عم بيجوا المفادين الدوليين من بلينكن للفرنساوي للكذا، عم بيستفزوا لحزب الله انه دخيلكم ما تولعوا هيدا حزب الله روق. هو حزب الله رايق بس نتنياهو ما عم بيروق لانه عم بيلعبها سولد، يا هيك يا خلص. يعني كل الحلول يلي عم تندرس هي حلول غير واقعية وغير منطقية. شو قصدك بالحلول عم تندرس؟ مثل شو مثلا؟ انه تنفيذ 1701 ما زال اليوم مطالب رئيس حكومة حزب الله نجيب ميقاتي بانه مش بس 1701 السلاح كمان. هادي ما بعرف هلقني كيف حزب الله بده يقول له تعال هون يا رئيس، شو قصدك؟ انه تطاول نجيب ميقاتي يا هو يا حزب الله ايه له بعتقد ايه له حزب الله حزب الله ممكن يعطي إشارة. وطبعاً ليش حزب الله ما تخبى وراء الدولة تبيع البترول لإسرائيل؟ نعم حزب الله ما تخبى وراء الدولة حتى خلى إسرائيل تأخذ البترول تبعنا؟ أخذت إسرائيل طبعاً سرقتنا البترول، وهذا بأمر من إيران وأمريكا وإسرائيل. وقال دولة إسرائيل حضرتك تؤمن بنظرية المؤامرة؟ طبعا مش نظرية، هاي مؤامرة. هاي مؤامرة يا خي، لما بقول لك رئيس مجلس النواب دولة إسرائيل نبيه بري، نعم يعني شريكه لحزب الله، بيقول دولة إسرائيل. أنا إذا كنت في محل رسمي وقلت دولة إسرائيل خاين صهيوني، بتعرف هودي القصص بيزتون على واحد إذا ما كان معهم ما بيخلوا عليه ولا ستر طبعا من الخيانة والعمالة والبدك، بس هو بقى يمشوا يعني. طبعا نحنا ما في عندك بدك تقاف، بدك هلأ نية. هلأ قريت من شي مبارح يمكن انه طرحت سفير ايران بالشام، بيقول طرحوا علينا الامريكان حل للشرق الاوسط لمب صمب اشي لف، بس ما عرفنا شي بعد، ما عرفنا شي. طيب القيادات اللبنانية ماشي قولي شو اسمه بابيت بحركون مين في قائد لبناني حبيبي؟ خبرني قل لي واحد بري جنبلاط. شو بو بري؟ خي ملك الفساد جنبلاط، ملك الفساد. مين؟ الحريري. مين ممكن جبران؟ مين ممكن يخلف الرئيس نبيه بري في المرحلة المقبلة؟ شو؟ تنقول فرنجية؟ ايه ما لعلي ما قال ماكرون احنا ما نتخلص من الطقم القديم كله صار
واصبر الشحن اسلاميه فرنجيه، ما هو من الطقم القديم ولا شو بيك، مش شو بيك فساد، بس خذ لي شو اسمه معمل ترابي بشكه بس هذا هو، ووسط البترول متفقين انه والقوات ما بعرف بتيمين ولا شو. في قصص كثير يا رئيس، يعني كل القوى والاحزاب على البحر بدهم، بدو ايه طبعا مين ما هن انتخبوه من جديد، ما عندك هذا الشعب، هذا هو اللي انتخبوه. شو الشعب؟ الشعب ما ما وصف لي الشعب. الشعب مضروب على مخه، ما في شعب، في رعاه يا غيرة الدين، وبيرجع كل واحد من حقه تهدوا اذا فيكم تهدوا، هو جبتون انتم. نحن لوين رايحين؟ نحن اكثر من اي وقت مضى تريبيوتاري، يعني نحن موصولين بقضية الشرق الأوسط كلها سوا، ومشين هيك خلوا بشار لحتى يضلوا حزب الله هالشريان الحيوي مفتوح لإله من طهران لبغداد لكذا، وخلوا بشار المجرم اللي قتل شعبه وآخر هم مع قلبهم. ما في شك الأمريكان عملوا أغلاط كتير وهلأ عم يدفعوا حقه، لأنه هولي اللي كانوا لاقطينهم انقلبوا عليهم. نتنياهو لقطوا لنتنياهو انقلب عليهم، قالوا خلص انا بدعوا. اليوم اسرائيل تريد انهاء حزب الله؟ اسرائيل نتنياهو ايه بده ينهي حزب الله. هلا اسرائيل كانت بحاجه لحزب الله خلال من 82 لهلا تيحل محل الفلسطيني. اوكي، وهيدا كان اتفاق بين الايراني والاسرائيلي، والدليل على شيء والدليل على الشيء انه ما خلوا اي مقاومه الا المقاومه الاسلاميه، كلهم قوصوهم بظهره. نعم، بدهم مقاومه غض بالطلب على طول. اسرائيل كما قال انور السادات، اسرائيل تعيش في الحرب وتموت في السلام، على طول بدهم عدو، وهذا العدو هو متعدى على القضيه الفلسطينيه اللي بالنسبه لاسرائيل يعني حزب الله هو منه صاحب الارض، هو متعدى على القضيه. بتعتبر انه منه صاحب الارض؟ صاحب الارض الفلسطينيه هو مقاومه غض بالطلب. طبعا طبعا مقاومة غير بالطلب، معني شيء ايه في كتير قصص يعني ما فينا نخبر، يعني فينا نخبرهم بس الوقت ما بيسمع، الوقت ما بيسمع. كل حال انتهت الحلقة، انا بدي اشكرك جنرال، اهلا وسهلا فيك. شكرا.